شو صار في العلاج؟ شلون يعني بشو صافي؟ كأنك أخذ وش علي زيادة اليوم لتكون رفيقي وأنا مالي دريان، ولا إذا بدي أصفه لازم أخذ إذن من جنابك. الله يرحمك يا معلم حكمات. اسمع فريز أفندي، بدي لك شغلي عن هلال الضبع يمكن أنت ما بتعرفها. أنا بس ضوج بغبشوا عيوني، يعني ببطل ميز الكبير من الصغير. بس مشكلتك إنك معتر على باب الله شروانة، مشان هيك تصبح على خير. تعال عاوزك. أهلي حازم بيك. أهلين. في 25 دهبة مستنياك. 25 دهبة؟ أيوة. رأس أمار؟ أنت طلعت الناصح أهو. إيه لعيونك ليش لا؟ أنت بس عطيني وين قرنتها وبوعدك خلال يومين إني جيب لك خبرها. يومين إيه؟ ما عاوز الليلة. الليلة الليلة هيك على الحارة؟ أيوة. أخي أنا ما بضرب ضربة إلا لتعطيني دفع على الحساب. تعال معي وأنا أصبطك. تعبانة تعبانة يا ليمون. حماك معلمتي. كلهم ضدي، كل شي ضدي، وحازم ما عم بيطلع بإيده شي. معناها معلمتي خلينا بكرة الصبح نمشي من هون، منروح منظبط أمورنا وبعدين منرجع. بس رجعنا ساعتها لكل حادث حديث، وكل مين علم علينا منرد له الصاع صاعين. ايه منرد له الصاع صاعين. حواس؟ فيني اطلب منك شغله؟ انت بتأمري.